الاجواء ديال العيد فهي شبه منعدمه، يعني ما كان وجدت واحد اجواء اللي هي ديال العيد اللي حنا ولفنا عليها ولفونا عليها الاجداد ديالنا والاباء ديالنا. فالاجواء بصفه عامه يعني اجواء شبه منعدمه. فوالا بالنسبه لبعض المحلات التجاريه اللي كانوا وجدوا، بحال مثلا انا اليوم بغيت ناخذ غير شي بعض اللوازم، ما لقيتهاش، كلشي مسدود، كلشي مطرق. بالنسبه للعام اللي فات يعني العيد ما كانش يعني مثلا 100% بحال هذا العام. هذا العام هذا تنحسوا به بانه كان كورونا ما كايناش، بصراحه كان كورونا ما كايناش. علاش؟ يا واش الفرحه اللي سبقت الناس باش نساو هذاك المشكل ديال بان راه كاين هذا الوباء، ولا ربما الانسان تعايش مع هاد المرض هذا وبدا يحاول يعني يتعايش معه ويزيد يتعايش. ديال الاحوال تا سيدي يعني بحال العوام الفايته تقريبا، تتلقى مثلا غير مخبازه ولا جوج اللي حالين مثلا، اللي مثلا الارباب ديالهم باغوا يخدموا، وتلقى الناس ما ساكنينش في المنطقه، تيكون مثلا تيسافر تيمشي عند الاهل ديالو، وهذه يعني بشره مزيانه من الانسان بدا تيسافر وما كاينش ذاك الحدود ديال ما بين مدينه مدينه، والحمد لله الاجواء يعني بحال تقول ما كايناش كورونا. بالنسبه للاجواء، اجواء العيد في هذه السنه الماضيه وهذه السنه اجواء مختلفه عن السنوات اللي قبل هذه السنه الماضيه. بالنسبه لهذه السنوات، السنه الماضيه وهذه السنه، كتلقى المحلات سادين، المخبزات سادين، المقاهي سادين، كاين تخوفات ما بين الناس، وهذا هما اجواء العيد اللي كنا كنعيشوا من قبل. ماشي هي هذه الاجواء، كنا كنعيشوا اجواء عائليه، والناس كتمشي عند العائله والجيران كيشوفوا بعضهم بعض. هذه الاجواء ما بقيناش كنعيشوها، ونطلبوا الله يفرج عنا من هذا الوباء هذا، ونتمنوا خير ان شاء الله من هنا لقدام. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.